خليني اخد راي الكاتب الصحفي الاستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريده اخبار اليوم. رايك ايه في اللي بيحصل؟ مساء الخير استاذ محمود. استاذ عزه وكل مشاهدي برنامج حضرتك على صدى البيت. اشكرك اشكرك استاذ محمود. شايف الترويج بالكذب والادعاء من الاعلام الغربي ضد مصر وموقفها ازاي؟ يعني ده مسألة مش جديدة، ده مسألة اعتدنا عليها منذ بداية انخراط مصر في عملية السلام ومحاولة تحقيق الهدنة المرتقبة ما بين الأطراف المتنازعة في غزة الآن، سواء الطرف الإسرائيلي أو الطرف الفلسطيني. الطرف الأمريكي حتى هو اللي طلب التدخل المصري، وطلب أنه أكتر من مرة أن مصر تكون هي الوسيط اللي تقدر تجمع كل هذه الأطراف. والحقيقة مصر ليست وسيطا ولكن شريكا في عملية السلام، باعتبار ان هي اول من وقع عملية السلام، وهي من دفعت الفلسطينيين في التسعينات لأوسلو، ثم ما تبع أوسلو بعد ذلك. مصر هي اللي شاركت في اتفاق غزة أريحة، وكانت برعاية مصرية كاملة بالإضافة للطرف الأمريكي، وعلى أساسه تم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأيضا من أريحة، ثم أصبحت هناك السلطة الفلسطينية وما تبعه. يعني ده مسألة تاريخية معروفة. في النزاعات الأخيرة سواء تمت هذه السنة سواء السنوات السابقة، ويمكن ربما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت مصر هي الطرف الناجح الوحيد اللي تدخل لإيقاف هذا الصراع، حينما كانت تشتعل الأوضاع في هذه الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. هذه جهود ممتدة، حينما يعني مصر الآن تتخذ مواقف أكثر حدة وتصعيد ردا على الهجوم الإسرائيلي والمحاولة لإعادة احتلال المناطق الحدودية ما بين مصر وفلسطين من جانب قطاع غزة، ثم السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. مصر في تصعيد مستمر، مصر هددت أو أعلنت اعتزامها عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية، ثم صدور قرار محكمة الجنائية الدولية بقيمة من الاتهامات ضد نتنياهو، ضد يوآف جالنت رئيس أو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أو يعني المسؤول عن الجيش الإسرائيلي. هناك حالة من الصعار في إسرائيل الحقيقة، وهناك اختراقات من إسرائيل في الصحافة الأمريكية، ودي مسألة معروفة. هناك تحقيقات في نيويورك تايمز، وهناك تحقيقات في كثيرا من وسائل الإعلام الأمريكية عن اختراقات تمت من إسرائيل للرواية الإسرائيلية تجاه الروايات الأخرى اللي موجودة في الإعلام الغربي، في محاولة لوقف أي دعم يحصل للقضية الفلسطينية، وأيضا وقف لمحاولات السلام اللي بتقوم بها مصر حتى تستمر إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وضد أهالينا في غزة. وده أيضا أتصور أنه مرتبط بنشرته النهاردة سي إن إن، وهنا أنا بتهم سي إن إن بشكل خاص. تقريرا نسبته لمصادر مطلعة على انه هناك يعني تدخل مصريا في القضية خلال مسألة الهدنة. قامت مصر ب يعني نقل بعض المعلومات لطرف غير المعلومات اللي نقلتها لطرف اخر فيما يتعلق بالورقة المصرية. هذا كذب بواح، لانه الحقيقة مصر واللي نعرفه من كواليس المفاوضات المصرية وما تم حتى إعلانه عبر القاهرة الإخبارية وعبر المصدر المسؤول المصري الذي يعني يصرح بالخطوات المصرية، مخالف تماما للي حصل. مصر تحملت ما فوق طاقة البشر من أجل جمع كل هؤلاء الفرقاء في على مائدة تفاوض واحدة، كانت تتحدث مع الجميع بلسان واحد وتتحدث مع الجميع بمحددات واضحة، انه ارتباط الانسحاب بالافراج عن الرهائن هي دي كانت المعنى اللي اتنشر حتى في الصحف الغربية فيما يتعلق بالورقة المصرية. لكن انه يصدر النهاردة ان بعض المصادر تقول، واحنا الاعلام المصري بيتحدى اي طرف في امريكا انه يقول لنا مين المصادر دي، مين المصادر اللي هي ممكن تطلع تتكلم على الجانب المصري بمثل هذه الطريقة، الا اذا كانت مصادر او اذا كانت محاولة اسرائيلية للضغط على الجانب المصري من اجل فتح المعبر من الجانب المصري، بعدما اصرت مصر على انه لن تتحدث الا مع الفلسطينيين فيما يتعلق بفتح معبر رفح من الجانب المصري. احنا قلنا للاسرائيليين عليكم
أن يكون هناك مفاوض فلسطيني أو طرف فلسطيني نتحدث معه ونبتدي نفتح الباب للمساعدة، لكن لن نتحدث مع الطرف الإسرائيلي، وده كان موقف واضح وحازم جدا من الحكومة المصرية. ثم الاعتزام بالدخول في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية من أجل كشف الجرائم الإسرائيلية ومن أجل وقف إطلاق النار. إحنا التوجه كله عشان لجوء لمحكمة العدل الدولية هو إصدار آلية دولية محترمة ومعتبرة زي محكمة العدل الدولية قرارا بوقف إطلاق النار بعدما فشلت كل الجهود اللي بتقوم بها مصر عشان تفرض على الأطراف المتنازعة إن هي تتوقف عن القتال. فبالتالي انه يصدر مثل هذه التقارير المكذوبه الكذوبه عن الدور المصري اللي كل العالم شاهد بيه بدايه من رئيس بايدن نفسه حتى يعني الطرف الاسرائيلي والطرف الفلسطيني وكل الاطراف تتحدث عن الدور المصري باعتباره شريك وباعتباره طرف نزيه بيحاول ان هو يوقف الصراع ويوقف الدم الفلسطيني، ناهيكي عن الجهود المصرية المبذولة منذ اول يوم مصر مؤتمر القاهرة للسلام كان في مصر ثالث يوم ما حصلت الازمة وكانت مصر ترى الموقف في غزة وترى الموقف المتدهور اللي موجود ويعني متأكدة ان الطرف الاسرائيلي المتطرف الحكومة المتطرفة تتصل الى مثل هذا الحد من الجرائم ضد الانسانية واللي بتتحدث عنها العالم كله النهاردة. فبالتالي محاولة بقى انه الاحتواء الموقف المصري الضغط على مصر محاولة انه وقف الحديث عن الجرائم الإسرائيلية انه تهديد الطرف هو المصري هو ده المقصود على فكرة، يعني المقصود الضغط علشان انت كمصر ما تكملش دورك ودورك هو الدور المؤثر الوحيد. الحاجة التانية ان انت تبطل بقى تدافع بقى عن القضية بقى بالظبط. هم عايزين يوصلوا لده من خلال الضغط بمثل هذه التقارير الإعلامية الكذوبة اللي بالتأكيد هتبقى مادة عند القنوات المعادية وهتبقى مادة عند بعض القنوات اللي بتحاول تمارس ضغوطا على مصر. ولكن احنا بنتحدث الآن بواقع من معلومات، بواقع من تحركات مصرية على الأرض، بواقع من إشادات دولية لم تتوقف منذ اليوم الأول للدور المصري سواء الإنساني أو السياسي في محاولة لوقف هذا يعني نزيف الدم الحاصل في غزة، لأنه في الأساس هو هم مصري في الأساس ومصر الطرف الوحيد الذي يتحدث عن الدولة الفلسطينية كحل لهذه الأزمة، لأنه لا يوجد حل لهذه الأزمة مهما كانت القدرة على الاحتواء ومهما كانت القدرة على الوصول لهدنة يعني توقف السلاح، ولكن لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية، وده اللي مصر من أول يوم بتتبناه وعشان كده بتتهاجم وعشان كده في محاولات لاحتواء دورها وعشان كده في تخوف كبير داخل الحكومة الإسرائيلية من تدخل مصر في قضية محكمة العدل الدولية. لأننا لا نملك المعلومات، نملك ما نقوله يدين إسرائيل في الحقيقة، وربما يعني في معلومات تم يعني إرسالها للجانب الجنوب أفريقي في المرة الأولى وكان هناك كلمة مصرية في محكمة العدل الدولية من الخارجية المصرية وكانت واضحة جدا وملامحها واضحة جدا ولخصت الدور المصري ولخصت المطالب المصرية ووضعت كل الأطراف في العالم بما فيهم القوى العظمى. صحيح. أنا بتصور يا محمود أنه منذ طوفان الأقصى والعنوان الكبير سقوط الإعلام الغربي، ده صحيح، لانه زوجيه المعايير واضحه العنوان الكبير زوجيه المعايير واضحه جدا في التغطيه. هناك طرف مجرم ليس مجرما في الصحافه الغربيه، هناك طرف تحاول الالات الدوليه ملاحقته تدافع عنه حكومات غربية تتحدث عن حقوق الإنسان، ولكن هي لا ترى حقوق الإنسان الفلسطيني، تتحدث عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالضغط على دول بعينها لتحقيق أهداف بعينها، ولكنها لا ترى حقوق الإنسان المنتهكة في فلسطين، لا ترى جرائم القتل على الهوية اللي بتحصل الآن في غزة، لا ترى سياسة التجويع والحصار اللي بيقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد أهالينا في غزة، لا ترى وقف المساعدات وإيقاف المساعدات عنوة واعتداء المستوطنين عليها، لا ترى كل هذه الانتهاكات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تتحدث عن حقوق الإنسان عن أي حقوق إنسان يحدثونه أو عن أي دروس عن حقوق الإنسان يحدثونه، وهم أساس تسييس حقوق الإنسان وأساس زوجية المعايير في الخلط ما بين حقوق الإنسان وعدم رؤية الجرائم التي تتم من جانب الحكومة الإسرائيلية. عشان كده بقول لك هو سقط من 7
7 يناير 7 اكتوبر عفوا سقط الاعلام الغربي، واللي عايز يعني يتحقق من العنوان الكبير وهو سقوط الاعلام الغربي فيما يتعلق وما يحدث من العدو الصهيوني لغزه يشوف الرصد ويشوف اللي حصل من ساعتها لغايه دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الاستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير جريده اخبار اليوم.